اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونصلي إليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك ولن يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك لدى الكفار ملحق. اللهم إنا عبيدك بنو وبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استوثقت به في علم عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسقيانا ودليلنا إلى جنتك جنات النعيم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسقيانا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. سبحان من لمث المجد وتقرب به، سبحان من لا ينبغي تسميه إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضانا. الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفيه مرضانا ومرضى المسلمين في المنجاة
مانشستر وفي كل مكان وفي مكان وفي بريطانيا يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للأحرار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل قدمهم وانزل بهم عصاك الذي لا ترد وللقوم المجرمين. اللهم خالف كلمتهم وزلزل قدامهم وأنزل بهم عصاك الذي لا ترد وللقوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي فرار وفي الشيشان وفي غجرات وفي كل مكان يا رب العالمين. يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة، هذه المشكلة موجودة في العراق، هذه المشكلة الجميلة. هكذا يا الله يعين كل المسلمين والمسلمات موجودة في العراق. يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا من والصائمين والصائمات موجود في ميدان العراق وفي بغداد وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وبعد يا الله هذه المشكلة موجود في النسل النقصة، هذه القبلة الأولى، هكذا يا الله أعط هذا المسجد إلى عبادك المؤمنين وأعط النسل النقصة إلى حوزة المسلمين. أعطي مسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين قوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم سيدنا نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.